أما بعد، الفاضل الأخ العزيز محمد بن خليفة العبري المحترم مدير عام المحافظة، والأخوان المدراء المساعدين رؤساء الأقسام الطبية والطبية المساعدة، الأخوان من كلية التمريض في فرع الشمال الشرقية، جميع الحضور، أحب أهنيكم بهذا اليوم الكبير اللي الحمد لله رب العالمين ثالث مرة على التوالي في مستشفى إبرة يقام، اللي هو معرض من أجل مجتمع صحي. حقيقة يعني كل الإشادة وكل التقدير بالأخوان في قسم الرعاية السريرية أو الكلينيكال انستراكتورز، كذلك الأخت عزيزة جزاهم الله خير، جميع طلاب الكلية أو سواء كانوا الأخوان الموظفين بالتوظيف المقرون مع أو بالعمل بالتدريب المقرون مع التوظيف، جزاهم الله خير على جهودهم الضافية الكبيرة لإقامة هذا المعرض من أجل مجتمع صحي وواعي. حقيقة احنا محتاجين هذه المعارض التوعوية من أجل المجتمع، ويعني دائما وما نستغني عنها، جزاكم الله خير. فمرة ثانية أحب أرحب راعي الحفل وأشكركم جميعا على هذه الجهود الكبيرة، وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم. الأمن والسلامة. حط الماسك. طيب. لكن هنا نحن هنا المعرض. والسائل يكون في محيط مبرد. الضوء عملية النقل اللي هي اسمها يفوز به اسمه سبستانس او الويست، يكون من الضوء الهاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن، فيطلع الويست ويرجع الدم مره ثانيه. هذا اللي قاعد لازم اثنين يساعدوا بعض، واحد يشد كده، يشد هنا، وواحد يفك كده، بعد ما يفك ده بنعمله امتى بقى؟ في حالات كسور الفيمر، الكسر فين؟ الكسر هنا، لازم ما عديش الكسر، كون انا عديت الكسر هنا ملوش لازمه، يعني انا بشد تحت الكسر ديستال، عمري ما اعمل شده بروكسيمال فوق الكسر، يعني الكسر هنا بالظبط، هنا بالظبط. انا اخري هنا وفضت كده خلاص، لكن لو شديت من فوق هقصر اكتر، فهمت الموضوع؟ هشد الاثنين كده في نفس الوقت على السكين، وبعدين اجيب رباط ضغط صغير اخلي بزويد يرفع لي كده، وانا الف كده بحيث ان هو يتشد بعد كده، واشوف بقى الكسر الوزن قد ايه الراجل ده. في حسبه كده بنحسبها، كل ما الكسر طلع فوق كل ما الوزن عايز يشد اكتر، لو كسر في الحوض عايز 4 كيلو مثلا اقل شيء، من 4 ل 7، لو كسر تحت هنا 3 كيلو كفايه، لو كسر في الفخذ 2 كيلو كفايه. انا بحسبها حسب وزن المريض وحسب المعالجه، بلف كده بحيث ان داخل شيء جامد، بعدين انا طويله جدا اقصها حتى ممكن اقصها او ممكن اجيبها تاني، يعني ممكن اعمل حركه بس مش الكسر هنا مثلا اجيب كده الفها هنا بقى فيها لصاقه نفسها، تنزل لحظه عندي كسر هنا مثلا. طب انا لو عملت كده في حاجه ناقصه؟ ايه اللي هيشدني بقى تحت؟
اول حاجه انا بجيب السكر بمسك ده كده واشد على وزني حاجه اسمها تراكشن كيتس حديد كده يبقى هنا وكوره وهنا احط الوزن كله يبقى المريض مشدود رجعنا ايه الكسر بس فكره السكين تراكشن دي سكين تراكشن افرض عندي كسر ما بيتردش غير قوي جدا في الحوض مثلا يعني حاجه اسمها سكيليتال سكيليتال يعني عمود الفقر اللي هو العظم بجيب زي سكروب كده احطه هنا فوق الركبه بالعرض واشد الوزن كله بدي بس يكون في العظم جوه العظم ده سكين تراكشن السكين داخل العظم يبقى دي نوعين ادي ده سكين تراكشن والتاني اسمه سكيليتال تراكشن دي تراكشن محمد بقى عامل لكم كبيره دلوقتي على افرض عندنا كسر زي ده زي ده كده تصدع بسيط او فيشر فراكشر وانا عايز اعمل كبيره احافظ على المريض ما يزودش الكسر بتاعه يبقى كده مثلا بعمل له كبيره في انواع كبائر كتير في كبيره اسمها كبيره خلفيه وكبيره اماميه ده النوعين المشهورين خلفيه واماميه محمد اعمل له كبيره دلوقتي عشان الكبيرة لا الكبيرة بالنفس اللي هو من سمي نحن هو الجبس ايه بنحط بعدين هذا لأنه نفس الشيء القطن عندنا سايزة اعتبر اني سايز مناسب نحط أول شيء طبقة قطن على المريض يعني لازم يثبت المفصل اللي قبل الكسر والمفصل اللي بعد الكسر فالمفصلين مفصل قبل الكسر وبعد الكسر اذا ثبت واحد منهم ما في فايده بالمره يعني بضل الكسر متحرك فلازم يثبت الكسر من الاسفل من الاعلى عشان حطه في الماء كيف خلاص استوي اسمه هاي وصل خلاص سويت انت بالماء اطبع على السايز المطلوب وبدا اطبق هذا خلاص بدك تبين بهذه الطريقه وبتحط عليه الجهاز بعدين هاي بسموها باك سلاب بسموها باك سلاب انه هي يعني اللي لانه ما جبس كامل في كومبليت بلاستر أو باريس أو جبس كامل في باك سلاب باك سلاب اللي هي جهة واحدة عادة بالبداية بعملوا باك سلاب حتى لأنه راح يصير فيه ورم بعد ما يخف الورم بعدين بيعمل الجبس بشكل كامل
بس فيني مجرد تدخلي ويصب لي في المنطقه وتشوف لا اسمي فيني ولا هذا مو اسمي عايش شنو ليش قاعد تشوف ما فينا